السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم محمد حدايدي وما أحدث أجهزة شاومي فئة الفلاج شيب فئة البريميوم بأحدث المواصفات وأقوى عتاد. معايا اليوم جهاز شاومي 12 برو، فخلينا نشوف كافة تفاصيل هذا الجهاز في هذا الفيديو. الفيديو طويل فخلينا نبدأ الفيديو مع بعض. طيب خلونا نبدأ معاكم بمحتويات العلبة. عندنا في البداية دبوس درج الشريحة، دليل التعليمات، كفر شفاف، والجهاز بكل تأكيد وبنتعرف عليه إن شاء الله لاحقا، بالإضافة إلى كيبل شحن تايب A وتايب C وشاحن بقدرة 120 واط، وبنشوف قدرته المجنونة بالشحن إن شاء الله في هذا الفيديو. والآن خلينا نتعرف على الجهاز وتصميمه الرائع. فيأتي الجهاز بالبداية بوزن 205 جرام تقريبا وبنحافة تبلغ 8.16 مليمتر، ويأتي من الخلف بملمس ناعم غير لامع، وهذا يعني ما في أي بصمات للأصبع. ويأتي من الجانب الأيمن زر التحكم برفع وخفض الصوت، بالإضافة إلى زر التشغيل والإيقاف، ومن الأسفل منفذ الشحن تايب سي، بالإضافة إلى درجة شريحتين 5G، ولا يدعم إضافة بطاقة ذاكرة خارجية. كذلك مزود بمكبرات صوت ستيريو من الشركة المتخصصة بالصوتيات هارمون كاردون، وتدعم تقنية الدولبي أتموس، تعطي صوت قوي ونقي. واجهة الجهاز يا شباب عندنا جدا جميلة، الشاشة روعة، الألوان فيها، الدقة، فخلينا نتعرف على تفاصيلها. عندنا شاشة من سامسونج منحنية الأطراف بمقاس 6.73 بوصة، شاشة أموليد تدعم تقنية الدولبي فيجن والاتش دي ار 10 بلس، وتاتي بدقه عاليه 3200 في 1400 بكسل، تعطي عمق الوان وتفاصيل رائعه، الوان حقيقيه، وتدعم وضع التشغيل الدائم اولويز اون ديسبلاي. وتتميز هذه الشاشه بمعدل تحديث يصل ل 120 هرتز وباللمس يصل ل 480 هرتز. شاشه اخوان فعلا خرافيه، واللي جربها او شافها على الحقيقه بيتاكد من كلامي. وما ننسى بكل تاكيد ان هذه الشاشه مغطاه بطبقه حمايه كورنينج غوريلا جلاس فيكتوس، ومدمج بالشاشه مستشعر بصمه الاصبع سريع الاستجابه. معدل التحديث ال 120 هرتز مع المعالج القوي يعطي أداء خرافي بالذات في الألعاب أو حتى بالتصوير. فالجهاز مزود بأحدث معالجات شركة كوالكوم وهو سناب دراجون 8 الجيل الأول، معالج 8 نواة بمعمارية 4 نانو، كذلك مزود بذاكرة عشوائية 12 جيجا رام، ومع توسيع إضافي للذاكرة 3 جيجا يعني 15 جيجا للرام من نوع LPDDR5 وهي الأحدث، ومساحة تخزين داخلية 256 جيجا بايت من نوع UFS 3.1 وهي الأسرع. ويأتي بأحدث أنظمة الأندرويد أندرويد 12، ويدعم خدمات جوجل بالكامل، ويأتي بأحدث واجهات شاومي MIUI 13. وبإذن الله بنفصل مميزات هذه الواجهة للي ما قد استخدم أجهزة شاومي من قبل، بس خلينا نكمل. الجهاز مزود بتقنية Liquid Cool وهي تعمل على تبريد الجهاز أثناء ارتفاع حرارته، كذلك بكل تأكيد يدعم تقنية الـ NFC، ويدعم البلوتوث 5.2، ويدعم الواي فاي بالترددين 2.4 و 5 جيجا هيرتز، ويأتي بالواي فاي الأحدث 6E، كذلك يدعم الاي ار لاستخدامه كريموت كنترول. والاي ار اتوقع انه ما حد لسه مستمر في هذه التقنيه غير شاومي صراحه. احد نقاط القوه بالجهاز بكل تاكيد هي البطاريه مع قدره الشحن، فالجهاز مزود ببطاريه بسعه 4600 ملي امبير، تدعم الشحن بقدره 120 واط بتقنيه شاومي هايبر تشارج السريعه والذكيه. هذه البطاريه قادره على شحن الجهاز بالكامل من 0 ل 100 في 18 دقيقه فقط. استوعب يعني ايش 18 دقيقه؟ يعني اللي يمتلك هذا الجهاز ما انصح انه يشحنه بالليل، لانه انت يا دوب بتتقلب على السرير هو خلص شحن، فحيجلس مشبوك في الشحن طول الليل. هذا قبل لا تنام خليه شغال عادي جدا، لو قمت ولقيته مطفي عبال ما تلبس ملابسك تاخذ لك وجبه خفيفه فطور قبل لا تروح الدوام، اشبكه في الشاحن هو قد خلص شحن من 0 ل 100 18 دقيقه. طبعا اشترط نفس الشاحن والكابل اللي جاي معاه بنفس العلبه. كذلك يدعم الشحن اللاسلكي بقدره 50 واط، قادر على شحن الجهاز بالكامل في 44 دقيقة، وأيضا يدعم الشحن العكسي بقدرة 10 واط، يعني كل تقنيات الشحن متوفرة، السلكي واللاسلكي والعكسي، وكلها بسرعات عالية، يعني آخر شيء تشيل همه هو مسألة الشحن والبطارية لو معاك جهاز شاومي 12 برو. طيب نيجي الآن للكاميرات واللي يتميز فيها أيضا جهاز شاومي 12 برو، ونبدأ معاكم بكاميرا السيلفي. الكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل، تدعم الزاوية الواسعة بفتحة عدسة 2.5، وتدعم الـ HDR، وتدعم الـ HDR 10 Plus، وتدعم البورتري وتسجيل فيديو بجودة 1080 بمعدل 60 إطار بالثانية. هذه تجربة تصوير من الكاميرا الأمامية كاميرا سيلفي من جهاز شاومي 12 برو بجودة 1080 زاوية واسعة.
أما من الخلف فيأتي بكاميرا سينمائية ثلاثية مع مستشعر من سوني، الأساسية 50 ميجا بيكسل تدعم الزاوية الواسعة، كذلك 50 ميجا بيكسل للزاوية الواسعة للغاية، وأيضا 50 ميجا بيكسل لعدسة الزوم، فالزوم يصل إلى 20x و2x أوبتيكال. هذه الكاميرا يا إخوان تحتوي على العديد من أنماط التصوير، الوضع العادي، وضع البورتري، والوضع الاحترافي، كذلك الوضع الليلي، والبانوراما، والزمني، والبطيء، والفيديو القصير، كذلك وضع الفلوج وتصوير القمر والفيديو المزدوج وتسجيل فيديو بجودة 8K بمعدل 24 إطار بالثانية و4K بمعدل 60 إطار بالثانية، وتدعم الـ HDR 10 Plus مع فلاش مزدوج. تجربة الوضع المزدوج، تصوير من الكاميرا الأمامية والكاميرا الخلفية في وقت واحد أكثر من شكل، هذه الطريقة أو هذه الطريقة. هذه تجربة تصوير مع مثبت الاهتزاز برو، يعني أعلى دقة في الاهتزاز، ما في أي اهتزاز المفروض أثناء المشي أو أثناء الحركة بصفة عامة. تتميز كاميرا شاومي السينمائية الخلفية أو حتى الأمامية بوضع إطار ما يسمى إطار الفيلم، بهذا الشكل إطار من الجوانب أثناء تسجيل الفيديو عشان يعطي هذا المنظر الجمالي. هذه تجربة تسجيل بجودة 4K بمعدل 60 إطار بالثانية. فعلا الكاميرا من التجارب الكثير بأوضاع إضاءة مختلفة فهي تعطي نتائج رائعة، ولو تلاحظ حتى في الإضاءة المنخفضة هذه هي النتائج الجميلة، فنقدر نقول من خلال هذه التجارب إنه الكاميرا يعتمد عليها. طيب وصلنا معاكم الآن لفقرة لو أنت ما قد استخدمت أجهزة شاومي من قبل أو استخدمت أحد أجهزة شاومي، فإيش حيفرق معاك هذا الجهاز؟ إيش مميزات الواجهة والمميزات المتوفرة في هذا الجهاز؟ خلينا نتعرف عليها مع بعض. في البداية عندنا الشريط الجانبي، وهي من أهم الأدوات المساعدة للوصول السريع للتطبيقات المفضلة لك. لو سحبت الشاشة من اليسار بيكون عندك الإشعارات، ومن اليمين بيكون لوحة التحكم بالشكل الجديد الجميل واللي فيه العديد من الأدوات مثل أجهزة المنزل الذكي منزل شاومي، بالإضافة إلى بث صورة الجهاز إلى التلفزيون الذكي الداعم لاسلكيا، كذلك وضع القراءة أو مسح الQR، وأيضا وضع الأداء، وهنا بيعطي أقوى أداء للجهاز بدون توفير للبطارية، كذلك ميزة التطبيقات المزدوجة واللي تسمح لك بتكرار التطبيقات الداعمة مثل واتساب، فيسبوك، سناب شات وغيرها من التطبيقات الداعمة، وأيضا ميزة قفل التطبيقات بالبصمة، وميزة النوافذ المنبثقة مع إمكانية تحريك التطبيق في أي مكان بالشاشة، وأيضا ميزة الواجهة الثانية وهو يعتبر كأنه جوال ثاني بتطبيقات وبيانات وبصمة مختلفة عن الواجهة الأساسية، يعني مستخدم آخر، وأيضا ميزة حساب نبضات القلب مع مستشعر بصمة الأصبع، وهنا ما بنحتاج أي إكسسوار خارجي ساعة أو سوار. الجهاز يا أخوان صراحة جهاز رهيب، يعني وفي أشياء جدا كثير من مميزات ومواصفات من اللي نحتاجها يعني من أي جهاز جوال. لو تحب نقول سلبيات أو نواقص تكون موجودة بالجهاز، فلا اللي مهتم إنه ما يدعم بطاقة ذاكرة خارجية، إنه ما في منفذ 3.5 سماعات، كذلك غير مقاوم للماء والغبار. غير كذا صراحة ما حسيت فيه أي شيء. بالنسبة للبطارية إنها تستهلك بسرعة أو لا، نعم في حالة استخدامك الكثير للجهاز وما يفرق معك 18 دقيقة بتفلي الجهاز كامل. هل ترتفع حرارة الجهاز؟ طبيعي زيه زي أي جهاز، مع اللعب الزيادة والضغط على الجهاز ترتفع الحرارة، استخدامك العادي ما في أي حرارة. بالنسبة أيضا لحساس المكالمات اللي دائما يسألون عنه في جوالات شاومي، الجهاز شغال ما في أي شيء، ما في أي مشكلة، الحساس شغال وما عندك أي إشكالية. فهذه كانت مواصفات الجهاز وتجربتي للجهاز،
وبعض النواقص أو السلبيات الخاصة بالجهاز. لو ما تفرق معك ومهتم باقتناء الجهاز، الجهاز متوفر بثلاث ألوان للحجز المسبق مع هدايا بسعر 4099 ريال سعودي. التفاصيل هترك لك هي بصندوق الوصف أسفل الفيديو، بالإضافة إلى روابط الشراء أو الحجز المسبق. فبكذا أكون وصلت معكم لنهاية الفيديو، إن شاء الله أكون أفدتك ولو بمعلومة بسيطة. أتمنى أشوف رأيك في صندوق التعليقات. يعطيكم ألف عافية، لا تنسونا من لايك سبسكرايب في القناة. في أمان الله.